تقدرش تصلحين انت خلاص. بألم تسرد حكايتها الموجعة بعدما اضطرتها ظروف لتحمل المعاملة السيئة في سبيل لقمة العيش، شأنها شأن النساء العاملات في القطاع الخاص. هذه السيدة تكشف ما ظل مسكوتا عنه كالتحرش وتدني الأجور وعدم توقيع أرباب العمل عقودا معهن تهربا من التزامات الضمان الاجتماعي. وجد استغلال، يتعاملون وياك كأنما أنت خادم، أنت مجبور خلاص، خاصة العاملة اللي تشتغل، احنا بنقول النساء اللي تشتغل بشرف، هاي ضايع حقها اصلا. المضطرة اللي معيشة عائلة تعمل اي شيء، احكيها صراحة. تلك التفاصيل دفعت منظمات معنية بالدفاع عن قضايا النساء إلى إطلاق برنامج لتوعية العاملات بضرورة إلزام أصحاب العمل بتنظيم عقود لضمان حقوقهن وفقا للقانون. كثير من النساء تتعرض للانتهاكات بداخل سوق العمل من أرباب العمل وحتى من العاملين معهم أيضا. المشكلة الرئيسية أن أغلب العاملات اللي موجودات بالقطاع الخاص ماكو عقود لهم، وهذا أما تعمد من أرباب العمل للتهرب من الضمان الاجتماعي، طبعا هذا التهرب الرئيسي، أو لكي يتحكم بمصائر هذه النساء. وطبقا لرصد الناشطات النسويات ومنهن سندس الزبيدي، فإن أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سوق العمل هو التحرش وتمادي أرباب العمل في وضع شروط قاسية وصلت إلى تعهد المتزوجات بعدم الإنجاب خلال فترة العمل ورفض توظيف النساء اللاتي لديهن أطفال. التحرش الشيء الثاني زيادة ساعات العمل، مثلا امرأة إذا كانت متزوجة يطلب منها رب العمل أنه تكتب تعهد بعدم الإنجاب، هذه من ضمن المضايقات. الشيء الثاني أغلب المتزوجات ولديهم أطفال صغار ما يقبلون يشغلوهم لأن يقولون راح يلتزمون بأطفالهم. وتقدر منظمة العمل الدولية في العراق نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنحو 20%، وهي نسبة منخفضة كما ترى. وتشير كذلك إلى أن النساء العاملات أكثر عرضة للبطالة. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.